رئيس والوزراء يصل وصومال للمشاركة في مراسم تنصيب الرئيس حسن شيخ محمود. الصحة تعلن تنفيذ 3 قوافل علاجية مجانية متخصصة في طب الأسنان بالقاهرة والبحر الأحمر خلال شهر مايو الماضي. ومصر تطلق القمر الصناعي الجديد نايل سات 301. الواحدة ظهرا في القاهرة وموجز لأهم وآخر الأنباء، أهلا بكم. وصل رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي صباح اليوم إلى العاصمة الصومالية مقديشو للمشاركة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في مراسم تنصيب الرئيس العاشر لجمهورية الصومال الفيدرالية الرئيس حسن شيخ محمود. وكان في استقبال رئيس الوزراء في المطار نظيره الصومالي محمد حسين رويلي. وتأتي المشاركة المصرية رفيعة المستوى في مراسم التنصيب تأكيدا على العلاقات التاريخية التي تربط البلدين منذ استقلال الصومال عام 1960، كما تأتي في إطار تأكيد الرئيس السيسي في أكثر من مناسبة عزم مصر مواصلة تقديم كل الدعم الممكن للصومال الشقيق من أجل بناء وترسيخ مؤسسات الدولة هناك. نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرا تضمن انفجرافات تسلط الضوء على توقعات البنك الدولي بشأن نمو الاقتصاد المصري والتي تجاوزت معدلات ما قبل كورونا، وذلك في خضم الأزمات الاقتصادية التي تضرب أكبر الاقتصادات العالمية. وأوضح التقرير أبرز تعليقات وتوقعات البنك الدولي عن مصر، حيث توقع أن يتجاوز معدل النمو للعام المالي الحالي 2021-2022 معدلات نمو ما قبل جائحة كورونا، وهو الأعلى منذ 14 عاما، ليصل إلى 6.1%. وتوقع البنك الدولي وفقا للتقرير أن تحقق مصر أعلى معدل نمو بين أهم اقتصادات المنطقة خلال العامين المقبلين، لتسجل 4.8% عام 2022-2023 و5% في العام 2023-2024. أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تقديمها الخدمة المتخصصة في مجال طب الأسنان ل 467 مواطنا من خلال 3 قوافل تم تنفيذها في محافظتي القاهرة والبحر الأحمر خلال شهر مايو الماضي. أطلقت مصر بالأمس بنجاح القمر الصناعي الجديد نايل سات 301 على متن الصاروخ فالكون 9 التابع لشركة سبيس إكس الأمريكية في ولاية فلوريدا، وذلك في تمام الساعة 3:11 مساء بتوقيت القاهرة. ويأتي إطلاق القمر الصناعي المصري الجديد في ظل النهضة التنموية التي تشهدها مصر حاليا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وإضافة للإنجازات التي تشهدها مصر على مدار 8 سنوات الماضية. والقمر الجديد سيكون البديل لقمر نايل سات 201، والذي ينتهي عمره الافتراضي في العام 2028. كان هذا موجز الظهيرة مشاهدينا الكرام، إلى اللقاء.